خلنا شوية نعزف هاي سفنجة وخلنا نسمع موال. يلا شباب. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين فرحانه واجي اشوف وجوهكم مبتسمه. يا اخوتي اليوم مقطعنا جديد، كيفيه الصنع ومحتواي الصنع، اي شيء تحتاجونه بقناتي تلقونه. مرحبا، اليوم كيفيه الصنع ربابه على طريقتي. انا عندنا خشبه من فوق متينه ومن جوا ضعيفه، شوفوا من فوق صار كبيرة ومن جوا صار ضعيفة. وعدنا هالتيب وعدنا هنا العودة المقوسة، وعدنا هنا كيبل الكهرباء هذا العادي نخليه هنا. شوف على قياس العودة نجيب تنكة، تنكة مال زيت، شوفوا نسوي شكل دائرة بالنص، نجيب اي شي دائري ونقص على قياسه. عندنا هنا مال تيب راح نخطط ونقيس الدائرة بعدين نقصها. شوف مبين هسه هذا الخط، نمشي على الخط بالمقص او الكتر او الشفرة، شوفوا طريقة كلش بسيطة وقدامكم ان شاء الله تقدرون تصنعون وحدة مثلها ربابة حلوة. شوفوا هسه نمشي على الخط خطوة خطوة، سوينا فتحة على شكل دائرة حتى يطلع من عندها الصوت هذا الشكل قدامكم. نجيب الخشبة نخلي الضعيفة فوق وهاي المتينة نحطها هنا على القياس، هم نسوي قياس هنا أنا شوفوا نزرف لها فتحة بالكتر. شوفوا سوينا فتحة ونحط براغي، يعني نرتبها براغي. شوفوا داخلها نرتبه هنا أنا. ندفع الحديدة عليها. عندنا ذن البراقي الصغار أو الكبار، خلي برقة واحد ونكربة أو نشده بدر نفيس. بعد ما ثبتنا البرغي شكله شوفوا كلش حلو، كون بنتصف زرفنا زرفين بالتنكة ونقعد الخشبة. قعدنا اول برغي خلي نشده، كل ما تضبه كل ما يقوى حتى ما اطق، حتى تظل ثابتة بين قوسين. شوفوا الشكل هسه بداية حلوة. عندنا هنا الخيوط النايلون تقدر تاخذهن من سنارة الصيد
شوفوا تقدر تاخذ تستعمل هذن الخيوط النايلون او الاوتار المتين وعندك الضيف. هسه نسوي قياس، نزرف هنا زرفين من فوق ومن جوا، يكون الخيط يجي عدل من الخشبة للتنكة. زرفين مرتبات من فوق ومن هنا همين من جوا، زرفناهن. هسه نعبر الخيط، عبرنا الخيط ايش قد ما تقدر تعدل الخشبة والضب. شدها حتى ما تفلت، أظل ثابتة. هسه شكل حلو مرتب. الخطوة الثالثة نربط هاي العصا المقوسة، نخلي الكيبل الكهرباء وإحنا همين نثبتها بالتيب، تيب شفافي أو أي تيب. شوف إذا عندك مرتخي نجيب أي نايلونة أو خشبة، هاي من اختراعاتي على طريقتي. الضب بس شوية تقرب الكيبل حتى شوية يتنق، هاي مع البطارية. بس الشكل حلو صار. نخلي هاي هنا حتى هم يتنق ما يطخ على الحديدة. نربطها بتيب او نلصقها باللاصق. عندنا هنا سفنجة، سفنجة يابسة، وعندنا هنا مي. ننقع السفنجة نخليها على الكيبل، نمسح بيه الكيبل. شوفوا هيجي نمسح. هسه نعزف. صوته كلش حلو. هاي شوي شوي يصير صوته مرتب وحلو. هاي كبداية حلوة. اي هاي الاسفنجة تقدر تنقعها ماي وتمسحها الكيبل مال الكهرباء ويطلع صوت عندك كلش حلو. يعني شغلة كلش حلوة ومرتبة، يعني قدرنا نسوي لنا رباب. اتمنى نال اعجابكم المقطع بعد ما صنعنا لكم الربابة وهاي سفنجة وهذا ماي وهذا ماي نخليه على الكيبل مال الكهرباء. شوفوا قدامكم، هل تنسون تحطون لايك وش. خلي شوية نعزف هاي سفنجة وخلي نسمع موال. يلا شباب. يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما أنا ما تحياتي. هاي التجربة اللي أرادها المتابع، فقوة سويتها تجارب سويتها هواي، يلا عندي هاي نجحت. شوف شباب
اتمنى المقطع نال اعجابكم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. معكم حيدر الشمري، واللي ما مشترك خليه يشترك بالقناة. انتظرون مقاطع حلوة مثلكم. الى اللقاء.